أستاذ، في جامعتكم هل تدرسون فقط المواد المتعلقة بالدين، أصول فيما يتعلق بالدين، أم هناك مواد في مجال العلوم، في مجال التكنولوجيا، مجال؟ في الجامعات أو المعاهد المتخصصة في الغرب اللي هي تستهدف الأقلية المسلمة، لا نسميها الجالية لأن الجالية ستجلو، أما هذه باقية. فالمعاهد المتوجهة إلى الأقلية المسلمة في الغرب في بدايتها، يعني تقريبا في بدايات البدايات، وبالتالي تهدف إلى إعطاء أو تعليم الضروري من إن صح التعبير من العلوم الشرعية لأبناء المسلمين المقيمين في الغرب والمسلمين الجدد يعني المعتنقين. وبالتالي الحقيقة ما زالت محتشمة، وما زال البرنامج ليس ثريا ومتنوعا إلى درجة أن يحتوي على بعض العلوم الكونية اللي حتى تدرج في البرنامج. يعني ليس الأمر صيان بالنسبة إلى جامعة عريقة مثل جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية في الجزائر، والتي الآن أصبحت فيها حتى تخصصات مثل فلسفة العلوم ومخابر مثل الدراسات العقدية، التي تهتم وتولي هذا الجانب اهتماما كبيرا، حتى أنه هذه الندوة واحدة من التعبيرات عن هذا الاهتمام بمثل هذه القضايا. لكن نأمل وفيه نية إن شاء الله في مشاريع قادمة أنه تدرج مثل هذه الأمور، لكن لا ننفي أنه في محاضرات خارجية وهامشية في نهايات الأسبوع في بعض الأيام في الليل تحاول أن تتدارك هذا النقص من خلال نشاط المجتمع المدني من جمعيات وغيره. أستاذ، في الغرب عموما وفي فرنسا خصوصا، كيف تتداعى أو المسلمين المقيمين يعني في فرنسا أو في أوروبا بشكل عام حول القضية العلمية الخاصة بالتطور؟ سؤال مهم جدا وحساس جدا، ورغم أنه يعني عند الشائع عند أغلب المسلمين أنه هذه نظرية التطور، لأنهم لا يعرفون إلا نظرية واحدة للأسف وهي نظريات متعددة، يعني معلوماتنا عنها قليلة جدا، لكنها تطرح مشكل فعلي بالنسبة للمسلمين في الغرب. في فرنسا مثلا، وهو الموضوع الذي أشتغله، يعني تخصص العبد الضعيف تخصصي كان في بيولوجيا، في بيولوجيا الأحياء وفي بيولوجيا التطور بالذات في التصنيف، تصنيف الحيوانات والنباتات. ثم لما ذهبت إلى باريس منذ 11 سنة لإكمال الدراسة اصطدمت بمشكلة كبيرة اللي هي مشكلة التطور، تغير البرنامج والإطار كلية، فمما استحثني على البحث في الجانب الإسلامي بالإضافة إلى الجانب العلمي. وكانت سنوات ليست بالسهلة، لذلك الأبناء المسلمين مثلا في فرنسا والمسلمون في الغرب عموما يعانون من هذه القضية، لأن قضية التطور مثلا اليوم تدرس في المناهج الرسمية ابتداء من 7-8 سنوات في المدرسة الابتدائية، ولما الابن يدرس هذه القضية في المدرسة وله معلمه الذي هو قدوة والذي يضعه على الطريق، وفي البيت وفي المدرسة العربية الإسلامية في نهاية الأسبوع ينشأ على أنه في أن الله سبحانه وتعالى خلق آدم وكذا، تطرح عنده مشكلة كبيرة تؤرقه، يعني هذا الولد الصغير الذي والكبار نفس الشيء. وبالتالي هذه قضية حساسة جدا، وإن كانت تخفى على الكثيرين لكنها تطرح مشكلة فعلية عند المسلمين خاصة في الغرب، وإن كان المجال في بلادنا هنا لا يطال إلا بعض المتخصصين والمطلعين، إلا أنه في الغرب تكاد تكون ظاهرة عامة تشمل كل الأقليات المسلمة في البلدان الغربية التي مناهجها الدراسية تحتوي بصفة رسمية على نظرية التطور والداروينية بالذات، التي هي فيها الصدفة والعشوائية، وهذه مما ينافي مبادئهم الدينية. وبالتالي أنا لاحظت حتى أنه الكثير من الطلبة الذين حضروا هذا والمتخصصين الذين حضروا هذه الندوة الطيبة مما استحثهم كثيرا على هو وجود قضية نظرية التطور هذه ومعالجتها وقضية العلمية وقضية، لأننا نكاد نجهل خاصة في الجامعات الشرعية الجانب العلمي، نقرأ عناوين مختزلة مختصرة في الإعلام والصحافة هكذا، ولكن البعد العلمي العميق الذي يعني يكمله تأصيل شرعي يكاد يكون غائبا تماما، ومنه الأهمية الحساسة والخطيرة لندوات مثل هذه.
ما هو المطلوب من العلماء المسلمين حاليا؟ العلماء المسلمين إن كانوا في علوم الكونيات والطبيعيات فعليهم أن يولوا اهتمام بهذا الجانب وأن يحاولوا أن يكون عندهم زاد شرعي في القضية حتى يساهموا في توعية المجتمع، لأنه المسألة قادمة لن تتأخر كثيرا في الوصول إلينا، لكن إذا كانوا علماء شرعيين فالعكس بالعكس، فعليهم أن يتوجهوا في الجانب الآخر ليقتربوا من المتخصصين في العلوم الطبيعيات والكونية حتى يعني يستفيدوا منهم، يستدعوهم لعقد ندوات مثل هذه، محاضرات لتوعية خاصة طلبة العلم الشرعي الذين عليهم المعول في توعية المجتمع، لأنه منابرنا اليوم في المجتمع يعني المسجد يكاد يكون من أول المنابر التي هي في الواجهة، فعليه أن لا يتأخر عن أداء هذه المهمة الدقيقة والحساسة في نفس الوقت. شكرا.